تفيد التأكيد التحقيق. قال أفلح شلي فلا عند عرب الجنة بس كتسمح كتسمح في الصباح تقول في مؤدين هيا على الفلاح هيا على الصلاة أنو ضد فلحو أنو تدخل الجنة أنو تفلحو أوكي شكون اللي تينو يدخل الجنة شكون تبع الفلاح آه. مع الأسف احنا مع بنا غير مع الفلوس لو كان تقول حي على الفلوس و مديانة تصلي بلا وضوء شكا زريقة وأخواتها حي على الفلوس شي مع الفلوس يا أخوة قالك سي مسلم الحمزية شي واحد قالك ماتلو بالكلب ديالو وزلوه في مقبرات الناس جاوب حي حشك لا كانوا كلبي كان الكلب مخلص الو نجاوب عاد القاي عيط محسن قال محسن تيجي قال العمل سالقي شوف الكلب ديالي جاي يموت راه هضر معايا قال اش قال لي عندك 100 فراس 50 ليك 5 لقاي قال فوق قسمات المرحوم يا مرحوم مع خويا الشافي خير الجنازه بيعك مع بيعك يا زلمه انا مالي يا خويا فلوس شوف ويلي الناس ان شاء الله مع الفلوس ما كلش يبغي يطلع في المال الا قدو غادي يتبرع يتفتح 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 ياكلو كذا يا سبحان الله ويهدى نعم المرضي عقل وبئس الفاطمه عاود انسان جيت تكلع له الدنيا اختك يفنيك رد بال انت صحابك انت النصارى دار حياته ماديه الا تمشي شي الاخلاق انا عجبك اوروبا الاخلاق يا تقول انت شحال ولاد الناس مشاكل تاعك تقول لهم الشرطه ولاد الاعلام اه يعطيك حقك ماشي حقك ماشي الاخلاق اللي فيه لا هذاك واجب تيقول لك انساني خصني ادي لك حقك شتي ماشي ايماني دار تقول لك انا الدين ما كنعرفوش دين ابار دير في الكنيسه ما بغيت دين في الكنيسه نغسل الروح ونمشي ندور مع بابا مون بير جي في مصر وين في لو بكروا كودوش فندوش فندوش انا وياك ساقا خذ بانا يا دور جنكا بحال فليبي يعطيك واري بيس يعطيك واري ما كاينش تما الاخلاق اخلاق مهم قال لي زياش كذلك لو كذلك نعم اخلاق معامله انما ما فيناش معامله حتى اللي فيهم كيقول لك ما شرف لا راه ما تيحبكش هو والله لو كنلقاو الكور اللي في اوروبا العرب ما يبقاوش اوروبا والله ما يبقى شي واحد عاودي صاحبي تما اللي بلجيكا انسان بلجيكا تيسكر تركيا يقاول تيسكر تيصلي ويجي الشرطه يحلو ويدير البلاطه وين يشعل الشارع فوق مبابا اللي شي عربي با ويش الباب ويدخل رد بالك ما يحملوك شوف شوف عنده عقيده غادي يحملك انت وفين عمر الكفر تصالح مع الايمان الكفر والايمان في عدو رد بالك كما قال ذاك الشاعر العربي ها ان الافعى وان لانت ملامسها فإن في أنيابها العطب شتي نفعة نتا شوف أنا بويا نتا تعجبك الزواق الديكور رطيتها بحال الحرير إي رطيت يا الحرير نتا توصل للراس يقول لك طاك طاك جيب كسيستوس على فنية بالنفعة كاين العسل كتعطيك فيتامين سي بي بي مي كتعطيك فيتامين موت قبلك الحياة قبلك الوداع وبيانتو اوروفوار مون امي النفعة كتبوس كتعطيك البوسه ديالها فوا ديب كريستوس صافي لذلك بداك الكافر راه تشوف الاخلاق ديالو المعامله ديالو تكون انت هادو شرفاه ولكن تيقول لك هذاك واجب واجب خصني اديه لك انا مشى لهم بالصدام ديالي في اوروب فرنسا في ساعه قبلت الاوراق كلهم كانت شي شهور كذا كذا مشيت للكوميساريه دير الاوراق دير قال لي مسيو وي قلت له ضاع لي واحد البسطام قال لي شرقوها لك ولا مشات لا قلت له غير مشى ليا بون فين كتسكن قلت له ما عرف ما يمشي قال لي قلت له جي فيها زابيتي اه فين كتخدم الشركه دار له التليفون الو عندكم العلاوي طبعا وي وي داك الشيء قال لي سير الكوميساريه قلت له عرفت هذاك حنا عندي ديكراسيون هنا انا غادي التليفون تابعي دخلت الكوميساريه شاف لي لاجون دو بوليس قال لي فينيت مسيو علاوي وي اون انستون بسم الله الكوميساريه خاويه اللي جا كيمشي طان 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 بلاش هز الورقه طق طق طرق طق 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 هاك سير فحال يا اربعة يا معاملة معاملة عايش كذلك هذا هو هذه الحياة ما نعطلكش لو طونسي لارجون ما نعرفش شو خصك يا كذلك حنا ورقة يخليك يديك ويجيك عليها ثلاث شهور كنمشي من الفاس من الرباط الفاس على ورقة يا في البيرو كيديني ويجيبني حيت يقول لي خصك الدندن تعرف الدندن ايوا تقول ما جاونا سيطو الناس من الرباط نطلع لهنا وعند هود يا عنده كيقول لي سميت باك فين ساكن ايوا دريسي وطلق ربيت انا عندك عندك